مولود الحوت بتطلع عليك الأسبوع الأول من السنة الجديدة بأخبار جيدة، بتحتفل بالطاقة الفلكية السريعة الإيقاع النشيطة، نجمك عم يلمع بقوة، بتسحر الناس بجاذبيتك وفصاحتك وحماستك وأفكارك الخلاقة. أنت إنسان مبدع، ومهما شو ما كان حقل اختصاصك رح تلاقي أفضل حلول لأصعب المشاكل بسرعة وذكاء. البداية مع نهار السبت، وجود القمر ببرج الحمل بالبيت الثاني، ببيت المال، بيت النجاح، بيت الامتحانات والأرباح، بيت الثقة بالنفس والنتائج المدرسية الممتازة. بتتابع الحظوظ مع انتقال القمر للثور بين الأحد والثلاثة، وبيكون عندنا تأثيرات إيجابية بتخليك شخص متفوق مبدع ذكي، بتملك طاقة كبيرة جسدية وفكرية، بتبشرك الطوالع الفلكية بمفاجآت مهنية رائعة، بتساعدك على اتخاذ القرارات المصرية، وممكن تفرض شروطك وتوجهاتك. استفيد من الفرص الاستثنائية بهالفترة المثمرة والمفيدة جدا. لكن رح تواجه قضية طارئة أو تحفظ نهار الأربعاء والخميس، لحظة وصول القمر لمواجهة برجك من الجوزاء خليك تشعر بالإرهاق بسبب كثرة المسؤوليات اللي بتلبكك، حتى لو شعرت بتعب أو تراجع معنوي الأجواء متقلبة منا سهلة. عليك إنك تشتغل منيح، ما تعرق لمشاريعك، ابتعد عن الانفعال والتوتر والأجواء الصاخبة، وكون حذر حتى ما توقع بالفخ. لكن وصول القمر لبرج السرطان المائي صديق نهار الجمعة بيدعمك وبيوعدك على الصعيد المهني، وبيحمل لك انفراجات كبيرة، سفر، نجاح أكاديمي مهني، وتغيرات إيجابية، ممكن تحظى بفرصة ثمينة لأحراز انتصار، كمان في تقدم بمجالات كتير. عاطفيا بينعم عليك الفلك بجرعات كبيرة من الحب، بحس بيكون عندنا أجواء رومانسية بتوصل على طبق من فضة، وهو بالتالي رح ينفتح قدامك التواصل، أبواب التواصل والانسجام مع الشريك. أما العازب انتظر ظهور علاقة جديدة بتفرح قلبك وتدخل الفرحة لحياتك اليومية.